السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي متتبعي قناة ليلى للدعم المدرسي لو فرونسي براتيك للسنة السادسة من التعليم الابتدائي غرامير لا ريدكسيون اي لكسبونسيون دو لا فراز لا باج 133-134. Troisième et la quatrième semaine, grammaire, la réduction et l'expansion de la phrase. La réduction, هي اختزال أو تقليص جملة. L'expansion, هي تمديد ou l'إغناء جملة. L'objectif ديال لو كور ديال اليوم هو réduire une phrase étendue. هو أننا نقلصو جملة اللي طويلة ولا جملة موسعة. Faire l'expansion d'une phrase minimale. هي توسيع جملة أساسية ولا جملة قصيرة. Le support ديال لو كور ديال اليوم عبارة عن 4 phrases اللي غادي نقراوهم نفهموهم بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة. La phrase A. L'installation de panneaux solaires sur le toit de l'école vise à chauffer la classe. تركيب الألواح الشمسية على سطح المدرسة فيز يهدف إلى تدفئة القسم. La phrase B. L'installation de panneaux solaires a pour objectif de chauffer la classe. تركيب الألواح الشمسية يهدف إلى تدفئة القسم. إلا لاحظنا لا فراز الأولى مع لا فراز الثانية كنفهموا بلي كيهضروا لنا على نفس الحاجة. لا فراز الأولى زايدين لنا سور لو توا دو ليكول على لا فراز الثانية. سور لو توا دو ليكول هي على سطح المدرسة. لا فراز سي En Afrique, le développement des fours solaires dans certaines zones rurales très pauvres a remplacé l'utilisation de bois et du charbon pour la cuisine. في إفريقيا تطوير أفران ديال المدارس أفران جمع ديال الفرن المدارس في بعض المناطق الريفية شديدة الفقر أدى إلى استبدال استعمال الخشب والفحم في الطهي. La phrase D. Le développement des fours solaires a remplacé l'utilisation du bois et du charbon pour la cuisine. يعني تطوير الأفران المدارس أدى إلى استبدال استعمال الخشب والفحم في الطهي. إلا لاحظنا لا فراز سي مع لا فراز دي نفس الجملة. لا فراز دي جملة قصيرة ولا جملة كتسمى لنا فراز مينيمال يعني جملة أساسية كاع المكونات ديالها أساسيين كتكون من أن جروب نومينال فيرب و أن كومبليمون في حين أن الجملة سي زايدة على لا فراز دي بزاف ديال لي زانفورماسيون باغ اكزومبل زايدين لنا لو ليو هنايا اون افريك في افريقيا وزايدين لنا دون سيغتان زون رورال تري بوف يعني هاد الزيادات كيتسماو لنا دي زانفورماسيون سوبليمونتير معلومات تكميليه هاد لي زانفورماسيون بوف كونسيرني هنايا ايل كونسيرن لو ليو يعني هضروا لنا على المكان ايل بوف كونسيرني لو طون تقدر تهضر لنا على الزمان لي سونتيمون الاحاسيس لا مانيير الطريقه لا بيرسون تقدر تهضر على الشخص لا كوز تقدر تكون كتهضر على بزاف ديال الحوايج ومنين كنزيدوهم كنسميو لا فراز اون فراز انريشي يعني زايدين فيها دوطخ مو كي ابورت هاد لي زانفورماسيون سوبليمونتير تري بيان غادي ندوزو لا كيستيون ديال جوبسيرف اي جو ديكوفر كو ريبريزونت لي زيماج إلا لاحظنا الصورة الأولى مع الصورة الثانية الصورة الأولى إل غوبخيزونت دي بانو سولير كتمثلنا ألواح شمسية بين أن الصورة الثانية إل غوبخيزونت دي فور سولير اللي هما أفران شمسية لا دوزيام كيستيون كيلي لا ديفيرونس أونتخ لي فراز أ إي بي سي إي دي لا فراز أ إي سي بريزونت بلوس دانفورماسيون كو لا فراز بي إي دي زايدين لنا بزاف ديال لي زانفورماسيون لا فراز او سي عطينا معلومات اكثر من لا فراز بي اي دي السؤال الثالث كي سون لي فراز او اون تروف بلوس دانفورماسيون شنو هما لي فراز اللي عطينا معلومات اكثر لي فراز اللي عطينا معلومات اكثر ولا بلوس دانفورماسيون هما لا فراز ا و سي لا كاتريام كيسيون كي سون لي فراز او اون تروف موان دانفورماسيون لي فراز اللي فيهم اقل معلومات
هما لي فراز بي اي لا فراز دي. لا سانكيام كيسيون: كيل اي لا ناتور دي مو اجوتي ا لا فراز مينيمال؟ الى قرنا الجمل لا ناتور، شنو هي الطبيعه ديال الكلمات اللي زدنا على الجمل اللي هما بالاصل ديالهم صغارين؟ Ce sont des compléments circonstanciels. Ce sont des compléments circonstanciels. Qu'expriment-ils? Had les compléments, je note exprimulina. Les kabrolina. Wesh ala le lieu, le makan, le temps, zaman, la cause, sebeb, la manière, tariqa, ou là le but, le wa, le hedef. Elle exprime le lieu. Il a rejoint les phrases, عندنا. عندنا sur le toit de l'école, ala sathi. المدرسة، هنا راه كنهضروا على البلاصة، كنهضروا على لو ليو. إلا شفنا لا فراز سي، عندنا اون افريك يعني في افريقيا، وعندنا دون سيغتان زون رورال يعني في بعض المناطق النائية. يعني حتى هنايا تنهضروا على لو ليو. تخي بيان، دونك إل إكسبريم لو ليو. غادي ندوزو لا كيسيون ديال جو مانيبول إي جو ريفليشي، جو كومبليت لو تابلو سويفون. عطينا أن تابلو فيه سيغتان فراز. وعندنا لي زيليمون اجوتي، شنو هما لي زيليمون اجوتي اللي زدناهم على لا فراز مينيمال؟ كانت عندنا جمله صغيره وحنا ضفنا لها دي زانفورماسيون سوبليمونتير بور لونغيشي، باش نغنيوها لاغناء هاد الجمله اولا باش نطولوا الجمله. وشنو هي لا ناتور ديال داك لي زيليمون اجوتي؟ شنو هي الطبيعه ديال داك الكلمات اللي زدنا؟ Phrase loula, l'utilisation des panneaux solaires a permis de chauffer l'école. Les jeunes filles n'ont désormais plus à récolter le bois. Alors, l'utilisation des panneaux solaires a permis de chauffer l'école. Mais qu'est-ce que c'est la scolaire? Les jeunes filles n'ont désormais plus à récolter le bois. يعني لم تعد هذه الفتيات مضطرات لجمع الأخشاب. Les éléments ajoutés sont les jeunes filles n'ont désormais plus à récolter le bois. هذه كامله زدناها. الجمله الرئيسيه ولا la phrase minimale هي l'utilisation des panneaux solaires a permis de chauffer l'école. يعني هذه جمله عندها معنى. وشنو هي الزياده اللي زدنا؟ هي les jeunes filles n'ont désormais plus à récolter le bois. غادي نكتبوها في هذه الخانه. انا ما قداتنيش داكشي على سطرت لكم عليها، نتوما غادي تكتبوها في هذه الخانه. بالنسبه لا ناتور هذه زدنا اون فراز كامله اللي كتكوننا من جروب نومينال من فيرب بلس كومبليمون. بالنسبه لا فراز سويفونت لي انرجي رينوفلابل يوتيليز دي فلو انيبويزابل دي انرجي دوريجين ناتوريل فون سولي بيوماس. لي انرجي رينوفلابل الطاقات المتجدده كتستعملنا تدفقات غير منتهية من الطاقات اللي الأصل ديالها طبيعي، ذات الأصل الطبيعي. عطينا مثلا لوفون الريح، صولي الشمس، ولا بيوماس اللي هي الكتلة الحيوية. ليليمون أجوتي هي دوريجين ناتوريل. دوريجين ناتوريل غادي نديروها في ليليمون أجوتي، ولا ناتور ديالها بريبوزيسيون عندنا دو plus un groupe nominal, مجموعه ديال الاسماء. La troisième phrase, je me déplace chaque jour à pied pour économiser l'énergie. L'élément ajouté هي chaque jour à pied pour économiser l'énergie. يعني كانت عندنا je me déplace, un pronom personnel plus un verbe, يعني عطانا une phrase minimale. زدنا chaque jour à pied pour économiser l'énergie. غادي نديروها في هاد الخانه هادي. ولا ناتور ديالها chaque jour c'est un complément circonstanciel de temps كيانديكي لينا المكان. à pied قالك اتنقل كل يوم سيرا على الاقدام، هي à pied. دونك هنايا هضرنا على لا مانيير، كيفاش كنتنقل؟ كنتنقل سيرا على الاقدام، هضرنا على الطريقه اللي كنتنقل بها. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. Pour économiser l'énergie, علاش pour économiser l'énergie اللي هو le but. هنايا on indique le but. على الهدف ديال التنقل على الأقدام، شنو هو الهدف ولا le but؟ هو pour économiser l'énergie اللي هو الحفاظ على الطاقة. Très bien, غادي ندوزو جو روتيان.
complète cette carte mentale par des exemples. Radin kmlo had la carte mentale b amtila. L'expansion et la réduction de la phrase. يعني تمديد ولا تقليص جملة. في تقليص جملة عندنا لا فراز مينيمال نو كومبورت كو لي مو اسونسييل. كتكون عندنا واحد الجملة صغيرة ما فيها غير الكلمات الأساسية. وعطينا غادي نعطيكم اكزومبل بحال جو سوي الي او بارك ناسيونال، ذهبت الى الحديقه الوطنيه. هذه جمله كتسمنا فراز مينيمال فيها غير كلمات اساسيه، فيها ان برونو بيرسونيل اللي هو السوجي، فيها ان فيرب مصرفنا في لامبارفي، ودرت او هنايا ديال فيمينا حيت انا فيمينا. او بارك ناسيونال سي ان كومبليمون، هذه فراز مينيمال. D'abord, pour enrichir la phrase et la rendre plus précise, on ajoute باش نغنيو جمله وكنردوها اكثر تحديدا، كتحدد لنا بزاف الحوايج. On ajoute شنو كنزيدو؟ سوا كنزيدو ان كومبليمون سيركونستانسييل دو طون ديال الوقت، سوا on indique le lieu كنزيدو ان كومبليمون سيركونستانسييل دو lieu، ولا on indique ولا on précise la manière الطريقه كنزيدو ان كومبليمون سيركونستانسييل دو manière. نقدروا نزيدو دي زادفيرب يعني الظرف، نقدروا نزيدو دي زادجيكتيف نعود، نقدروا نزيدو دي نو، نقدروا نديرو لا كوز لا مانيير لو بوت اكسيتيرا. عندنا الجمله الاولى سي اون فراز مينيمال، غادي نديرو لها ليكسبونسيون، غادي نوسعو هاد لا فراز. كانت عندنا جو سوي الي او بارك ناسيونال، زدنا لابريميدي يعني بعد الظهر، حددنا الوقت. Je suis allé au parc national pour faire une promenade. هنايا زدنا لو بوت، علاش مشيت لو بارك ناسيونال؟ مشيت pour faire une promenade avec ma grande sœur، مع من؟ avec ma grande sœur، مع اختي الكبيره. On passe le mémo. Les expansions du nom apportent des précisions sur le nom qu'elles enrichissent. مي كنديرو اغناء الاسم ال apport des précisions، كتعطينا تحديدات على الاسم اللي غادي نغنيوه. On trouve différents types d'expansion، كاين بزاف ديال الانواع ديال الاغناءات، بحال مثلا كنزيدو دي كنزيدو دي complément du nom يعني مكمل ديال الاسم، كنزيدو لا subordonnée relatif، نقدروا نزيدو عباره كامله اللي كتسمانا عباره تابعه، l'opposition كنهضروا على الضد، ولا لي بيتيت كنهضروا على اللقب اكسيتيرا، نقدروا نزيدوا بزاف ديال الاشياء. غادي ندوزو لا كيسيون ديال جو مونترين. جاجوت لي مو كي كونفيان بور انريشير لي فراز سويفونت اي جو لي ريكري. غادي نزيدو كلمات لاغناء هاد الكلمات التاليه وغادي نعاودو نكتبوهم. لي جون بوف افوار دو ليكتريسيتي، الناس تقدر تكون عندها الكهرباء. هادي سيتو فراز مينيمال، حنا غادي نطولو في لا فراز. اجوردوي يعني اليوم، هذا غير مثال، تقدروا نتوما ديروا بزاف ديال الامثله من عندكم. لي جون دو فيلاج، حددنا هاد الناس ديال من؟ ديال الفيلاج، ديال القريه. بوف افوار دو ليكتريسيتي فاسيلمون، تقدر تكون عندهم الكهرباء بسهوله. تري بيان. لا فراز الثانيه، لو ريسيكلاج بيرمي دو بروتيجي لا بلانيت، يعني إعادة التدوير كتمكننا من حماية الكوكب. Le recyclage permet à la fois de protéger la planète, d'éviter le gaspillage, de diminuer la pollution. يعني إعادة التدوير كتمكننا في ذات الوقت، يعني في نفس الوقت، de protéger la planète، نحميو الأرض، d'éviter le gaspillage، باش نتجنبو الضياع ولا الضيعة، et de diminuer la pollution، يمكننا نقصو من التلوث. L'énergie verte élimine l'émission de gaz، الطاقة الخضراء كتقضي على انبعاث ديال الغاز. Actuellement نقدروا في الوقت الحالي ولا في الوقت الراهن، l'énergie verte élimine l'émission de gaz à effet de serre، عطينا la précision ديال لي غاز grâce aux efforts fournis par les scientifiques، بفضل المجهودات اللي كيقدموها لنا العلماء. تري بيان. غادي ندوزو جو مي فالو، جو سوليني اون روج لي مو كي انريشيس لو تيكست سويفون، عطينا ان تيكست غير غادي نسطرو حنايا على الكلمات اللي غنات لنا هاد النص هذا. لينيرجي الكتريك
présente presque la moitié de l'énergie que nous consommons. يعني الطاقة الكهربائية كتمثلنا تقريبا نص ديال الطاقة اللي كنستهلكو par nos comportements quotidiens بالتصرفات ديالنا اليومية à la maison ou au travail يعني في المنزل أو في العمل. Nous pouvons contribuer à la diminution de la consommation d'électricité. يمكننا حنايا نساهمو في نقصان ديال استهلاك ديال الكهرباء. فعطينا دي زيكزومبل: éteindre les lumières inutiles. يعني أننا نطفيو الأضواء اللي ما محتاجينهاش ولا ما صالحاش كتكون مشعولة خصنا نطفيوها. L'énergie électrique représente presque. Presque هي تقريبا. دونك هاد الكلمة زايدينها باش نغنيو حنايا بها الجملة، يعني نقدروا نقولوا l'énergie électrique représente la moitié de l'énergie، بلا ما نقولوا تقريبا نصف ديال الطاقة. Que nous consommons حتى هي اون سوبوردوني غولاتيف حتى هي زايدينها باغ نو كومبورتمون كوتيديان حتى هي زايده à la maison ou au travail حتى هي زايده. دونك اون فا سوليني بريسك كو نو كونسومون كومبورتمون كوتيديان à la maison ou au travail. وهاد الامثله اللي عطينا باغ اكزومبل بيسي لو شوفاج نقصو من الشوفاج و ايتاندغ لي لوميير انوتيل حتى هي زايده. Très bien. بهذا غادي نكونوا سالينا لو كور ديال اليوم. هاد الدرس بسيط للغايه، كنتمنى تكونوا فهمتوه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.